ومنها تحلى أيام انسى بق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلامة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حياه احلى. ما الذي نعنيه بالامان العاطفي وكيف يمكن ان يجتاز الطفل اليتيم ازمه الفقد في غياب الامان المفقود بغياب السند؟ وهل يمكن لازمه فقد الوالدين وما يترتب عليها من اوجاع ان تشكل دافعا وحافزا للابداع بعد ان اثبتت كل الدراسات ووثق التاريخ بان اكبر العظماء والفلاسفه والعلماء في العالم كانوا في الأصل أيتاما؟ الطفل اليتيم والأمان العاطفي هو موضوع حلقة اليوم من حياة أحلى. رحبوا بكم مشاهدين الكرام ورحبوا بضيوفي معي هنا في الاستوديو اختصاصي إرشاد نفسي وتعديل سلوك الأستاذ ساسي موسى عبر استوديوهاتنا في مصراتة. معنا الدكتور أنور عمران أستاذ علم نفس عيادي مساعد. كما ستنضم لنا خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى الأستاذ الباحثة والداعية الإسلامية زهرة سليمان أوشن. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم مشاهدين أكيد في حلقة اليوم. ما تنسوش كالعادة سؤال الاستفتاء رح يظهر أمامكم أسفل هذه الشاشة، تقدروا تصوتوا وتجاوبوا نعم أو لا. هل يمكن أن يكون اليتم عائقا عن النجاح؟ صوت بنعم أو لا، رح نعرضوا النتائج خلال منتصف ونهاية الحلقة بإذن الله تعالى. رحبوا الأستاذ ساسي موسى. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بالأستاذ أنور والأستاذة زهرة، بارك الله فيك، خاصة في الموضوع المهم صراحة. نورتنا أكيد اليوم. بارك الله فيك بوجودك. بداية، ما الذي نعنيه باليتم؟ لو ناخذ منك تعريف واضح ومختصر، وهل يرتبط أيضا بمرحلة عمرية محددة لربما؟ أكيد طبعا. اليتم بصفة عامة هو تعريف بسيط، هو فقد لأحد الوالدين أو كلاهما، مما ينجم عن أن الطفل يكون عنده مشكلة في السند اللي هو الاجتماعي، يسموه فيه السند الحقيقي للأسرة أو اللي هو اللي مثل في الاب وفي الام. نعم. وبالنسبه للعمر محدد اكثر ناس تاثر بها يكون في سن الطفوله بصفه عامه، يعني حتى الناس الكبار تاثر بالقصه هذه. نحن نقول الشخص يتيم ممكن هو يكون في سن صغيره. على شنو السبب يعني؟ بتعرف ان الطفل لازم تكون في حمايه له، والحمايه لازم تكون سواء كانت الابويه او الامويه شيء مهمه جدا في الطفل بصفه عامه، يعني الى غايه سن 17 16 احنا نقول هذا على الاقل قاعد طفل، او في قانون الدولي سن 18 هو قاعد طفل، خاصه يكون هو صغير دون سن 10 نقول له صح هذا يتيم ويبي من يسانده ومن يقف معاه. تلقى ان القصه اكثر اصعب يعني في الوصف وكتعريف بصفه عامه يعني. نعم. بالنسبه للتاثير نتاعها كده الاطفال يكون تاثير اكبر من الناس الكبار، ممكن الشخص الكبير عنده خبرات عنده حكمه يعني يستاج هالمحنه بسهوله، مش زي الطفل الصغير طبعا لما يكون الساند ليه اللي عاب عليه في كل كبيره وصغيره، في الماكل في المشرب في الملبس يلتجا ليه في كل المشاكل نتاعه في كل الخصومات في كل معترك الحياه بصفه عامه. لما يفقد شيء فجاه تصبح اكثر يعني بصراحه الاثر نتاعه وتصبح مشكلته اكبر يعني. حتى نظره المجتمع ديما يقول يشبحوا العيل الصغير مثلا توفى له حد، اوكي نار مسكين توفت له امه توفى له ابوه، يعني متعاطفين معه اكثر. اكيد يكون في تعاطف اكثر يعني. ديما ينظروا نظره الحسره او نظره نسموها احنا يعني الرفقه او نظره تحسره الطفل هذا انت تفقد امه وابوه، مش زي الانسان الكبير يقدر يعتني بنفسه يقدر يواجه الحياه، مش زي الطفل الصغير في فرق كبير يعني. نعم. ايضا نحتاج لتوضيح مفهوم مصطلح الايمان العاطفي والامان العاطفي ومدى اهميته ايضا خصوصا يعني عند الطفل اليتيم. كويس. هو الامان العاطفي فيه له عده تعريفات، واهم تعريف لها هو نقول احنا الحوزه او هي الاحاطه او بما يعرف احنا نقول فيها اللي هو الالهاء للطفل هذا او الرعايه نتاعه، هذا شيء مهم جدا بصراحه. نعم. مش زي الماكل والمشرب والملبس، لا، لان الحضن الدافي وان الايد الحنونه وان الاحاطه الاسريه لها دور كبير، خاصه احاطه الاب والام للطفل هذا هو اللي يوفر الامان للطفل هذا بصفه عامه، سواء يكون ملبي له في كل الرغبات نتاعه في كل الهموم نتاعه في كل مشاكله، لما يلقى الاب والام موجودين له هذاك هو الامان الحقيقي للطفل. لما تصير عمليه اليتم الطفل يحس بهالفراغ هذا وتصبح في مشاكل في تكوين الشخصي للطفل بصفه عامه، حتى في نعم. المستقبل حتكون في عده تاثيرات سلبيه للطفل وحيتصبح عنده شويه عقد احنا نقول فيها او بعض المشاكل يعني. نعم. فهذا الامان العاطفي مهم جدا بصراحه. الامان العاطفي ما يجيش بروحه بالمطلق احنا نقول فيها، يجي بالممارسه. منين تجي الممارسه؟ تجي عن طريق الاب والام في المعامله في الاحاطه في مد يد العون نقول فيها باليد الحنونه بصدر الحنون بالكلمه الطيبه بالاعتناء به بكل شيء، وهذا شيء مهم جدا هو اللي يوفر الامان العاطفي للطفل بصفه عامه يعني.
نعم. طيب إذا المفهوم مصطلح الأمان العاطفي هو الإحاطة أكيد من قبل الوالدين. وحسب ما قلت حضرتك أن الإحاطة جدا مهمة خصوصا في مرحلة عمرية لربما معينة يحتاج الطفل فيها من يسانده ويقف مع أكثر من مرحلة من أي مرحلة عمرية أخرى. أكيد، لأن طبعا احنا نقول فيها التغذية الروحية شيء مهم بصراحة. منين تجي التغذية الروحية؟ من الود والعطف والحنان والرعاية والانتباه والاهتمام، هذه كلها تعطي تغذية إيجابية للطفل بحيث يقدر يكون التكوين الحقيقي لشخصيته. بعد احنا نضرب من الطفل هذا في المستقبل ما تكونش عنده عقد ومشاكل. لأن نسبة 70-80% من الأمراض النفسية المنشأ نتاعها يكون في سن الطفولة. كل ما تكون سن الطفولة ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش كذا، ما فيهاش يتم لا سمح الله، ما فيهاش حرمان، ما فيهاش معاملة سيئة، كما احنا نضرب من الطفل وأفضل أكثر. أكيد تكون صحته النفسية تكون طيب. كويسة احنا كمؤشر يعني بصفة عامة. انتقلوا إلى استديوهاتنا في بصراتة مع ضيفنا الدكتور أنور عمران أستاذ علم النفس عيادي. أهلا وسهلا بك دكتور أنور. مساء الخير، اهلا وسهلا بك استاذ نادر، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين جميعا على قناتكم التناصح الموقره. نرحب بكم دائما في نفحات من الصحه النفسيه والارشاد النفسي. بارك الله فيك دكتور. الاطفال دكتور حتى عمر العامين ما عندهمش القدره لربما على ادراك مفهوم الموت وفقدان احد من الوالدين، متى يستطيع ادراك فقدان او موت احد الوالدين بالنسبه لي في اي مرحله عمريه بالنسبه للطفل؟ يعني الطفل في نادر الطفل عادة يشعر بفقدان الوالدين تكون بعد يعني إدراكه بشكل مباشر، وخاصة عندما يصل إلى 3 سنوات إلى 9 سنوات. أهم مرحلة في عملية الشعور وخاصة عندما يشعر باليتم مباشرة، لأن ترتبط بالاحتياجات النفسية بشكل مباشر، هي من بين 3 إلى 9 سنوات. نعم. لا نقول دائما الطفل في مرحلة الطفولة الأولى لا يدرك. الطفل عند من مرحلة الميلاد يدرك الأشخاص التي يحيطون به، يدرك الأشخاص الذين يعتنون به، تكون هناك عملية تواصل متبادلة بينه وبين أمه وبينه وبين الأشخاص اللي يحوطوا به ويحاولوا عنايته. فالإدراك يكون بالرعاية والشعور بالأمن وشعور بالجوع، بدافع الجوع، هناك طريقة يستخدمها الطفل. ولكن الإدراك الحقيقي في عملية أنه فاقد للوالدين أو فاقد لأحد الوالدين ويشعر باليتم في من بين 3 إلى 9 سنوات نتيجة الانعكاسات النفسية في هذه المرحلة. هذه المرحلة يعني خطيرة جدا خاصة من 3-9 سنوات. طبعا فقدان اليتم ليه أنواع، يعني مثلا أو ليه التأثير النفسي يختلف. يعني يختلف اليتيم اللي يكون في كنف أسرة، يعني مثلا توفى أبوه وأمه أو أحد أفراد الأسرة ورباه عمه أو رباه خالة أو رباه أحد الأقارب. عكس الطفل اليتيم اللي تربى في مؤسسات الإصلاح. يعني فلما يكون في المؤسسات تكون شدة اليتم والواقع النفسي يكون أعلى، يعني لا يشعر بكنف أسرة نهائيا. فهذه هي يعني قيمة التأثير النفسي. ربما لو عندما نتكلم أستاذ أخوي نادر على اليوم العالمي لليتيم، الدول الغربية جعلت ربما نست اليتيم وجعلت له يوم واحد وهو يوم العالمي لليتيم، يكون على شكل مهرجان وتقدم له الهدايا وتقدم له الدعم النفسي وتقدم له بعض الشكر وكأنه يهتم به ليوم واحد. والحمد لله احنا في ديننا الإسلامي أعطى اليتيم كثير جدا، من أعطاه من حقوق اجتماعية ومالية وأيضا رعاية وحنان، وأوصى به توصية تامة حتى في الميراث وفي عملية الاهتمام به. ولكن ما يهمنا في اليتيم أن هناك نوعين من اليتماء. نعم. اليتيم اللي يكون في كنف أسرة وشعوره بالجانب العاطفي، ربما يكون أحيانا يشعر بالأمان العاطفي حتى مع عمه ولا مع خاله وعمل أحد الأقرباء. ولكن هناك يتيم يفقد أحيانا هذا الجانب وهو اليتيم الموجود في مؤسسة. عندما يكون يتيم موجود في مؤسسة يعني يشعر بفقدان كامل للعلاقة الأسرية، يعني مناقش أسرة، يعني لا توجد أسرة، توجد مؤسسة تعتني به وخلاص. فالواقع النفسي والشعور بالواقع النفسي يختلف بين اليتيم هدايا واليتيم اللي موجود داخل المؤسسة. فوجود الأمان العاطفي أو شعور اليتيم بالأمان العاطفي مهم أحيانا. أحيانا بعض الدول حتى الغربية عندما تريد أن تشعر اليتيم بالأمان العاطفي يعني تدير له يوم عالمي. نعم. ليس الطريقة اليوم يوم واحد لليتيم ليس الطريقة للتغلب على مشكلاته النفسية أو زرع الثقة فيه أو أنه يكون إنسان عند القدرة في البناء في المستقبل يعني. طيب خليك معنا دكتور أنور، نرجع لك بعد شوية، نرجع مع الأستاذ ساسي. دكتور أنور قبل شوية ممكن في 3 سنوات
يدرك الطفل فقدان أحد الوالدين أو موت أحد الوالدين، وإنما حتى قبل سنوات ممكن يدرك، ولكن بالنسبة لي مستوى الإدراك قد يكون يختلف نوعا ما عن على 3 سنوات. ممكن يحس بأن أحد الوالدين في غياب في الحوش، غايب عن الحوش، أو يعرف بأنه هو مات ولكن ما عندهش مصطلح المفهوم المصطلح الصحيح للموت. ممكن يكون في بديل عن فقدان الأم أو بديل لفقدان الأب، هل يختلف الشخص في كلتا الحالتين؟ كويس. وزي ما أشار الدكتور بارك الله فيهم، صراحة قال لك أكثر سن تبي عطف وحنان ورعاية هي سن الإدراك الحقيقي، سن 3 إلى 9 سنوات، نتيجة شيء تتكون فيها المهارات الاجتماعية والتواصل مع الناس اللي محيطين به. هو لا بديل على الأم الحقيقية أو الأب الحقيقي للأسف طبعاً. ممكن يكون ثاني بديل يكون الجدة أو الجد، كان هو كان قرب من الطفل في حد ذاتها، وتكون العمة أو الخالة أو العمة أو الخال. ممكن يكون بديل قريبة تكون الأخت الكبرى، ممكن عند أخت كبرى في البيت نفسها والأخ الأكبر يكون بديل للأشياء هذه، ممكن يحاول أنه هو يخفف الضغط على الصدمة ممكن اللي حاط الطفل بصفة عامة. ما احنا الطريقة ما حتى لما يجي توفى مثلا البوة والأم أو حتى طريقة الموت، هل ممكن طفل حاضر الوفاة نفسها أو مثلا هو سمع أو نصدم صدمة حسب الخبر اللي وقع عليه بصفة عامة؟ ثاني شيء احنا بنراعوا الفروق الفردية، مش كلهم يعوا القصة هذه. في بعض الأطفال يوصل 4 أو 5 سنوات ما يحسوش بفقدان الأب والأم، خاصة في حالة ما كان أبوه يشتغل ويغيب سنة مثلا ساعات طويلة على المنزل، أو الأم تشتغل لساعات طويلة من المنزل. احنا نسموا فيه الاب الثلاجه والام بالثلاجه، ما تعرف في علم النفس، يعني تلقى عندهم المشاعر نتاعهم ضحله، ما عندهمش المشاعر الحقيقيه اتجاه ابنائهم. الابن متعود نشوفهم من الليل لليل، ما فيش هيك التواصل الحقيقي، حتى لما يجي يتوفوا ويفقدوهم تكون صدمه اخف من الاباء والامهات اللي عاطين رعايه حقيقيه لابنائهم واهتمام يعني نقولوا فيها او احاطه بهم يعني. وهذه الاشياء اللي تصير بصفه عامه، احنا درنا بعض الدراسات وبعض البحوث مع منظمة 24 مارس محاربة العنف ضد الأطفال، تفاجأنا في الموضوع، وبصراحة كان في مفاجأة كبيرة واستغربنا. يعني احنا زمان لما درنا كان في دراسات قديمة درناها ناس قبلنا في التسعينات في الثمانينات، يقولك وقع الصدمة يلقوه كبير جدا جدا، يلقوه عنده مشاكل، خاصة تلقى عنده سلوك العدوانية، تلقى عنده المشاكل تبع الإرادي. كان بنتكلم عن المشاكل اللي تصير نتيجة المؤسسات الخيرية اللي تهتم برعاية الأيتام، هل ممكن تحل محل الوالدين؟ صعب جدا جدا، إن حتى المربية ما هيش نفسها ثابتة. تعرف عندهم التوكات اللي يشتغلوا فيه، احنا شفنا دار الرعايه في صف بوهريده ولا في طريق اللي هي نسموها فيها في طريق منطقه الشعال شارع 10 دار الرعايه، ديما تلقاه الشخص المسؤول على الاطفال بصفه عامه ما هوش شخص ثابت يشتغل نظام توكات، يعني ما يكونش هو اللي زي ما نقول فيها بيغطي كل المجال. تعرف ان المشرف تلقى عنده قريب 30 او 25 عيل، المشرف عنده 20 او 15 عيل، من الصعب ان هي باش تعطي الحنان الحقيقي تعطي الام لطفل واحد. نعم. يعني في برامج طويله بصراحه الموضوع هذا، ما نقدروش احنا بنقدروا روحنا نقول لك لا والله نقدروا نوفروا الام البديله للطفل هذا، من الصعب ان الام فيها مكملات، عندها الاخوال مثلا، عندها الخالات للطفل نفسها، الاب. نعم. نفس القصه. طيب. عندها مكمل ليه الاعمام والعمات، هذا شيء مهم، الجد والجدات هذا شيء مهم. نعم. باش نكملوا العطف الحقيقي للطفل باش يحس بقيمتها في المحيط الاجتماعي اللي يعيش فيه الطفل بصفه عامه. طيب رجع معنا دكتور انور عمران. دكتور انور، ممكن الطفل في عمر استيعاب الفقد يمر بحاله صدمه نفسيه، كيف يمكن للاهل او الشخص اللي يتولى رعايه هذا الطفل من خال او عم او قريب ان يعرف ان هذا الطفل مصاب بصدمه نفسيه؟ هل في بعض العلامات او بعض السلوكيات المعينه اللي تظهر على هذا الطفل اللي مر بحاله او بصدمه نفسيه من جراء حاله الفقد اللي تعرض لها؟ الصدمه النفسيه اخوي نادر تكون عاده عند هذا الطفل، وهي واضحه في عمليه الثقه في النفس، ان هذا الطفل لا يستطيع ان يثق في نفسه، يعني يصبح يعني بمعنى انه يكون خجولا، لا يستطيع ان يعبر عن ذاته، لا يستطيع ان يتفاعل مع اقرانه، في عملياته في علاقاته الاجتماعيه مع الاقارب ومع الاصدقاء، يعني عندما يكون الاطفال في اقرانه لا يستطيع ان يكون عضو بارز بيناتهم، دائما يكون يتوخى الحذر، ودائما يكون هناك نوع من الخجل نتيجه. نعم. الارتباط لضعف الثقه بالنفس لديه. عاده عندما نتكلم على الايمان العاطفي اخوي نادر احنا نقول احنا لابد ان يشعر الطفل باشياء مهمه، وهي التقدير والمحبه والقبول. التقدير والمحبه والقبول، هذه الاشياء القبول والتقدير والمحبه يصبح الطفل التي لديه اسره بغض النظر عن سلوكيات الأسرة وبغض النظر عن سلوكيات الأب والأم تكون موجودة، يعني يشعر بهذا النوع من يشعر بالقبول، يشعر بالتقدير، يشعر بالمحبة. أحيانا ربما لا يشعر بدرجة كبيرة من الأمن
بالأمان أو داخل الأسرة حتى لو كان موجود الأب، لكن يشعر بالقبول، هناك شعور يعني بالقبول من داخل الأسرة. لكن الطفل اللي يكون فاقد، الطفل اليتيم اللي تكون الطفل اليتيم يشعر بأن عملية المحبة والقبول والتقدير ربما مرتبطة بعطف عليه فقط كيتيم، أو أن هذه عملية التقدير ربما تكون موجودة عندما يكون هو موجود فقط. الصدمة التي تعرض لها اليتيم هي صدمة الثقة بالنفس، صدمة الثقة بالنفس، أنه لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته وعن قدراته وعن رغباته وعن هواياته وعن أفكاره المستقبلية بشكل صريح ومباشر أمام المحيطين به، فيصبح دائما هذه الثقة تكون فيها متزعزعة، لا يستطيع أن يعبر بشكل كامل، دائما طلباته تكون بسيطة يعني، أو أنه يشعر بالخجل في عملية الطلب عندما يسأل عن اسمه، أو عندما يحاول أن حد يناقشه نلاحظ أنه دائما يبتعد أو يوخر عن الأشخاص القريبين منه حتى في العمر، فيكون معزول يعني، تبان عنده نوع من العزلة يعني. كيف نتعامل معه في حال رغم أن أخوي نادر كيف نتعامل معه نادر في حال يعني حتى الحرمان العاطفي؟ نعم الصدمة نتعامل معه عند وجود الصدمة. الطفل دائما بحاجة إلى عملية تفاعل مباشر. برامج الإرشاد وبرامج تعديل السلوك وشعوره بالثقة مهمة جدا يعني. أحيانا عندما نتكلم عن الأمان العاطفي، حتى الطفل الذي ينمو داخل الأسرة ويتكون داخل الأسرة أحيانا يشعر بالحرمان العاطفي يعني. حتى الطفل اللي موجود عنده أب وأم يشعر بالحرمان العاطفي، لأنه لا يجد، لأن لابد أن نعرف أن المدركات اللي عند الطفل تختلف عن المدركات اللي عند الأب. مدركات اللي عند الطفل تختلف عن المدركات اللي عند الأب والأم يعني. أحيانا عندما يشعر بأن الطفل يعاقب البو والأم أو أنه ينبت أو أنه يكون غير مرغوب فيه، يشعر بأنه يكرهه ما يحبوش يعني. فكلمة الأمان العاطفي ربما تكون عند اليتيم أو غير اليتيم، لكن كيف نتغلب على المشكلات اللي عند اليتيم؟ كيف نشعر هذا اليتيم بأنه مثله مثل الآخر؟ ألا نشعره بأنه يتيما يعني، ما نحطاش في يوم عالمي ونجيب له هدايا ونذكره باليوم والوفاة هدايا ونعطيه، ودائما نشعر بهذا الدور أنني نقول له لا فلان هذا يتيم لابد نعطيه يتيم لابد، ما نذكراش بأن دائما هو يتيم. تذكيره بدائما أن يتيم هو يزيد الصدمة لديه ويؤكد هذه الصدمة ويشعر بالعطف والعطف من العاطف بسبب اليتم من الأشخاص المحيطين به. لابد أن يشعر بأنه إنسان عادي وإنسان طبيعي زي الأطفال الآخرين، ما نشعراش باليتم. هي عملية العلاج. كيف علاقة اليتيم مع زملائه في المدرسة، خصوصا زي ما نعرف أنه لربما يكون في حاجز بين الطفل اليتيم وباقي الأطفال، زي ما نعرف الأطفال يحبوا يتكلموا على يعني أبوه الطفل يعني يحب يتكلم على أبوه وأمه في المدرسة، وهذا ممكن سبب خجل أو إحراج للطفل اليتيم. سؤال جميل أخوي نادر، هذا خطر السؤال هذا مهم جدا. الطفل عندما كثيرا الطفل عندما اليتيم عندما يسأل عادة عن أب عن والدة، أو عادة عندما يتحدث الأطفال الآخرين أنه تحصل هدية عن والدة، أو أنه دار لأبوه عيد ميلاد، أو أنه دار له حفلة نجاح، أو أنه أعطاه هدية لأن جاب درجة كذا، فيشعر اليتيم بحزن ويشعر بالموقف ويذكر بأنه يتيم. على المعلم أن يكون حذر خاصة في عملية عندما يعرف أن في موجود يتيم في الفصل الدراسي، أو عندما يكون هناك أطفال يتامى في الفصل، لابد أن لا يذكر يذكر هذا اليتيم بأنه يتيم يعني، يتعامل معه بشكل طبيعي ويشجع على دراسته أو على نجاحه أو على أي جانب آخر عملي قام به، لكن ما يذكراش بأن هو يهتم به لأنه يتيم. هذا هو الخطأ يعني، ما نهتمش بالطفل ونهتم بالطفل ونحاول ان نكون معاه اسلوب رائع ونحاول نشرح له الدرس بشكل مبسط او نعطيه اهتمام زايد لانه يتيم، فانت تذكر فيه وتذكر في زملائه في انه يتيم. نزيد ننقص في ثقته بنفسه وما نعطيش وما نخليش ينمو نمو اجتماعي اسمه، نمو اجتماعي بشكل طبيعي، لان شعور الطفل باليتم يسبب احيانا ضعف في النمو الاجتماعي مع الاخرين. أستاذ ساسي، أيهما برأيك أكثر تأثير على الطفل؟ هل فقدان الأب أو فقدان الأم؟ وكيف يكون تأثير فقدان أو فقد الأمان العاطفي على الطفل في حالة أنه كان فقد الزوز؟ كويس، أنا ما حندرنا قلت لك دراسات زمان
في الموضوع هذا وناس بقدنا درست بارك الله فيها لقينا فقدان الأم أشد بصراحة. علاش؟ نتيجة إن هي نبع الحنان، هي نبع العاطفة، هي نبع الإحاطة، هي اللي تسل في المرض في الصحة، هي قريبة في كل شيء. أكثر يعني حتى عند من أبنائها الكبار. عن الأب. حتى عند الناس الكبار نفس القصة، يعني حتى كيف تمرض الحوش يلقى الحوش كلها خايضة احنا نقولوا فيها يعني. الاب نفس القصه بعد ما شاء الله ما يزعلوش منه الابهات يعني. نعم. القتل تاعها يكون اخف شويه الاب طبعا نتيجه. ولكن انا ممكن نضيف لك نقطه بناء على الواقع يعني المعاش. البنات ديما يميلوا لبوهم اكثر يعني في حاله ان فقدوا البو يعني بمعنى يتاثروا اكثر. عكس الاولاد، الاولاد متعلقين ديما بامهم اكثر. هي سواء احنا غير انتماء للجنس المعاكس تصير صح مش من تصير شيء. فديما البنت تحس انت كان يعني فقدت بها خلاص فقدت الحياه فقدت السند بمعنى. هذاك مبدئيا. لكن لا، لما تفقد الام اكثر، لان الام هي حتساند، الام هي حتكون، الام عندها العاطفه عندها عاليه جدا جدا، هي حتكون مدركه الموضوع نفسها، تحاول تدير زي برنامج اسعاف نفسي سريع ويحاطه للطفل. مو زي الاب ممكن بو مثلا بيلها مع عائله ولا مع ولده مع بنته يوم اثنين سوى طريق خاص بيلها بشغل نتاعها ما يعرفش ينتبه لك الانتباه. لكن الام اكثر العاطفه نتاعها على حد احنا نقولوا فيها ممكن تلهى بهم باولادها وببناتها توصل حتى بالاشهر طويله بصراحه انهم حتخفف عليهم اثر الصدمه اللي انصابوا بها. ثاني شيء فقدانهم الزوز في وقت واحد تسبب راهي مشكله كبيره جدا جدا. ولازم ندير لهم برنامج اسعاف نفسي سريع جدا جدا، على الاقل الاسعاف النفسي هذا يكون في مصحه من احنا نقولوا فيها من 3 إلى 4 أيام بحيث على الاقل ندارك الموضوع في حاله ممكن نخشوا احنا نقولوا فيها في بكش هستيري او في عمى هستيري او في شلل هستيري. وهذه ممكن تصير لهم معظم الحالات اللي يفقدوا الاب والام فجاه مثلا في حادث لا سمح الله ولا في فاجعه ولا في جازه ما تكررت. الحالات اللي عندنا للاسف الشديد نتيجه النزاعات اللي تصير مره صارت القصه هذه، وشفنا احنا حالات بصراحه كانت مشاكلهم كبيره وماهيش هينه، لان حتى الاسعاف النفسي يبي برامج نتاعها قليل المدى وطويل المدى، حتى علاج صدمه زي ما شار لك الدكتور انور بارك الله فيه يبي برنامج ماهوش بسيط جدا في العلاج طريقه مباشره مع الطفل بصفه عامه بحيث انها تخفف له الاثار اللي انصابت بخصوص الموضوع هذا. وحتى اشارك نقطه مهمه، حكايه ان احنا نفكر الطفل بيوم العالمي هذا من الاشياء المخطئه اللي المفروض احنا على الاقل نعرف كيف نفنن في الموضوع هذا بحيث ما نحسوش باليتيم بالقله. كيف نعوضوا اليتيم يعني حتى كان فقد سواء كان ابوه او امه او الاثنين معا؟ هو احنا مش نعوض تعويض حقيقي، مش نقدر على نفسنا ونقدر على اليتيم نفسه في حد ذاتها. اهم شيء التذكير شيء مهم جدا جدا، القصص المحاكاه يعني الوالدين ما فيش حد يجي في مكانه مستحيل. مستحيل من 7000 المستحيلات. نعم. الا اللهم كنت في جد او جده، ولكن ها يحاول يكون في شخص مش مكان الاب او الام يخفف شويه بشكل كبير، ولكن هو يكون في اهتمام ورعايه لهذا الطفل. يحاول نكمل على الموضوع هو. وشيء مهم جدا جدا المحاكاه معاهم بصراحه، تكلمهم بعقلانيه، تحكي لهم مثلا دوره الحياه ذات الانسان، الموت، الساعه، كل كذا، يعني حتى لما يجي يتوفى ما تقولش حد مات، لا قول انتقل في جوار الله سبحانه وتعالى وراه قاعد يراقب فينا، نخف عليه زي ما نقول الضغط الشيء اللي صاير خاصه الطفل الصغير، مش عيب يصير لابوك توفى ولا امك ماتت، لا غلط، من الاخطاء احنا ممكن يوصلوا فيها للطفل، هي مش مشكله ما تلقاهاش من العائله نفسها، تلقى ممكن الناس الحاضرين في الشارع، والله مسكين بوهم توفي لا امه ميته، نظره الشفقه هي اللي تزيد تعب الطفل لعدة مشاكل، حس راح انه كانه دون يعني كانه ماليش طيب. حيله احنا نقول فيها يعني. طيب خلينا نرحب بمشاهدينا الكرام معنا عبر الهاتف الاستاذه زهره اوشنا داعيه الاسلاميه. السلام عليكم استاذه زهره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. نعم استاذه زهره، كيف تتابعي حاجه الطفل اليتيم الى الامان العاطفي، وكيف ممكن نقدموا له تربيه جيده وعادله تمنح الامان العاطفي اللي يحتاجه بدون ان نبالغ في دلاله الطفل وبالتالي نفسد سلوكياته؟ شكرا لك. الحقيقه الموضوع هذا موضوع مهم جدا، ودائما برنامجكم يقدم موضوعات مهمه. الطفل اليتيم هو اللي توفى والده او والدته في سن صغيره، يعني مش في سن، على اختلاف في بعض التعريفات بين بعضها البعض. هذا الطفل عادة مثلا لما يفقد الطفل الأب، الأم تقوم حقيقة بتعويض كبير جدا، هذه حتى في من خلال مشاهداتنا ونظرتنا يعني حتى للتاريخ ولغيرها، نجد أن الأم سبحان الله تؤدي الدورين وتستطيع أن تفعل ذلك بجدارة إلى حد كبير جدا. نعم. اليتم هو قضاء من الله سبحانه وتعالى، وعلى الأم مثلا إذا هي ترملت ان هي تدرك ان الله سبحانه وتعالى وضعها في امتحان وفي ابتلاء، وان ايضا لها جزاء كبير في الجنه، لان فيه عديد الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه الارمله التي
تضحي بشبابها ووقتها وبعمرها من أجل أبنائها لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فضلا على أن هي تؤدي أمانة ليست سهلة، ولكن هي إن شاء الله ستثمر بإذن الله تعالى. لعلي هنا أذكر أن اليتم في حد ذاته هو مش مطلوب طبعا، وكل إنسان يحب أن يكون يعيش مع والديه، ولكن إذا ابتلي به فليس هو نهاية الدنيا. فنجد كثير جدا من العلماء والأعلام اللي كانوا أيتام. نعم. على سبيل المثال الإمام الشافعي كان يتيما، ومحمد بن حنبل كان يتيما، كثير من عظماء التاريخ أصحاب البصمة في عدة مجالات نجد أنهم أيتام، أيتام ولكن لأن أمهاتهم أدت أدوارهم بجدارة بحيث جعلت في تربية متوازنة كما أشارت حضرتك، اللي ليس فيها التدليل الزايد، وأيضا ليس فيها يعني لا إفراط ولا تفريط بين هذا وذاك، فنشأ هؤلاء بصحة نفسية عالية جدا، ونشأوا وما شاء الله يعني كانوا بصمات في الأمة، مش مجرد نشأوا فقط. نعم. أم الإمام مالك كانت تقول له وهو يذهب إلى حلقة العلم، تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم. والإمام الشافعي كان حتى فقير من بيت فقير، لكن أمه جاهدت وأرسلته للتعليم وكذا وضحت من أجل أن يكون الإمام الشافعي. فليس يعني مسألة ليست أنه هذه نهاية الدنيا، بل هناك يتم من نوع آخر، وأحمد شوقي يعني له بيت مشهور يقول فيه: ليس اليتيم من فارق أبواه هم الحياة وخلفه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة من هلا، وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نعم. فأحيانا للأسف يعني يحدث هذا، لكن طبعا يبدأ فيه التعويض من عدة جوانب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتيما وهو أعظم الناس بأبي هو وأمي، لكن يبدأ التعويض من جوانب أخرى، إما أن تكون الأم أو يكون الأقارب. الأقارب نعم. أحيانا طيب. يؤدوا دور. خليك معنا أستاذة زهرة، احنا طالعين الفاصل ومن بعد إن شاء الله رح نكملوا الحديث. بالنسبة لي نتيجة الاستفتاء على سؤال حلقة اليوم اللي يقول هل ممكن أن يكون اليتم عائق للنجاح؟ الإجابة كانت 15% بلا و 85% بلا و 15% بنعم. رح نعقبوا على هذه النتيجة أكثر بعد الفاصل، ورح نتكلم أكيد عليه مقولة تقول لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم، وشن علاقة هذه المقولة بموضوع حلقة اليوم بعد الفاصل؟ أكيد فاصل مشاهدين وراجعين، خليكم في المتابعة والاستماع. حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير. ضعف الشخصية، الاعتماد على الآخرين في أداء الواجبات، انخفاض مستوى الثقة، تقبل الإحباط، ارتفاع نسبة الحساسية للنقد، كلها مظاهر سلبية مرضية ناتجة عن إفراط الوالدين في تدليل الطفل والقيام بمسؤولياته والتدخل في كل شؤونه وعدم إعطائه فرصة الاستقلالية في بناء شخصيته. وقد أوضحت الدراسات النفسية أن الاعتمادية والخوف من الاستقلال في سن الرشد يتناسب طرديا مع الاعتمادية في سن الطفولة، ومن المسلم به أن اعتماد الطفل على غيره يقل تدريجيا كلما جاوز الطفل مرحلة الطفولة، ولكن إذا كانت هذه الاعتمادية ثابتة مع كبر سن الطفل فإن هذا ينذر بكارثة ويهدد بخطر كبير. فعلى الوالدين مراعاة الأساليب التربوية اللازمة لضمان استقلال شخصية أبنائهم، ومنها احترام قراراتهم وإنفاذها إن كانت صحيحة ولا تسبب لهم ضررا، وعدم إلغائها أو إهمالها ومناقشتها مع بيان سلبياتها إن كانت خاطئة. فالطفل يجب أن يشعر أن رأيه ذو قيمة، وانفراد الوالدين بالقرار واستخدام أسلوب التوجيه المباشر دائما يدمر شخصية الطفل. منحهم مساحة من الحرية في الاختيار بما يتناسب مع أعمارهم كاختيار الملابس والطعام والألعاب، وتعويدهم على تحمل تبعات اختياراتهم، تشجيعهم وتحفيزهم على إنجاز الأعمال بصورة متكاملة تتناسب مع قدراتهم وأعمارهم، تشجيعهم على التعبير والاستماع إليهم
وإظهار الاهتمام بما يقولون، فاحترام الطفل واحترام آرائه مهما كانت بسيطة أو ضيقة الأفق سيجعل منه إنسانا يتمتع بالثقة وقادرا على طرح رأيه بشجاعة دون خوف من انتقاد الآخرين. السماح لهم بالمشاركة في تخطيط مستقبل الأسرة، خاصة في الأمور التي يهتمون بها، تعليمهم كيفية التعامل مع النجاح والفشل، وأن الحياة فيها الربح والخسارة، وأن الإخفاق والتعثر لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. رجعنا من جديد مشاهدينا الكرام، اكيد رحب بكل الناس اللي انضمت لنا حاليا موجودين معنا في المتابعه والاستماع. ورحب بالاستاذه زهره اوشن من جديد، اهلا وسهلا بك استاذه زهره. نعم اهلا مرحبا، شكرا لكم على هالفقرات الطيبه في البرنامج. الله يبارك فيك استاذه زهره. كنت تتكلم على عباقره العالم وقلتي ان اغلبهم جمعهم اليتم، كيف تفسري هذا؟ شنو اللي يملكه الطفل اليتيم وما يملكاش الطفل العادي، رغم قساوة فقد الأب والأم ورغم قساوة فقد السند أيضا؟ نعم فقط يعني تصحيحا، أنا قصدت ليس كل عباقرة العالم أيتام، لكن عدد كبير من الشخصيات ذات البصمة في العالم سواء في تاريخنا الإسلامي أو حتى في تاريخ الأمم نجد أنهم فقدوا عادة فقد الأب وليس الأم، حتى هناك من فقد الأب والأم. نعم. لكن هنا البديل صح، أولا عاد إذا كان فقد الأب فالأم، إذا كانت الأم حكيمة وشخصيتها قوية وفي الفعل يعني ترى هذا مشروع تربوي وإنساني وللأمة، فهي بالتأكيد ستصنع هذه البصمة برغم كل الظروف اللي محيطة بها، هذا أولا. أو إذا كان هناك ليس الأم، أحيانا الأم حتى الأم تكون فقدت، يعني الشخص اللي يتولى رعاية اليتيم أنه هو مش ينظر إليه أنه هو نظرة مثلا شفقة نظرة أو يترك له الحبل على الغارب أو العكس، يكون في قسوة واستغلال للظروف أنه هو ضعيف وإلى آخره، فللأسف يعني وهذا يحصل حتى في بعض المجتمعات، لكن يكون هو بالفعل السند والراعي الحقيقي. نعم. أنا فقط ممكن أعطي مثل معروف المشهور شيخ أحمد زروق، معروف العالم الصالح صاحب الكتابات والتصنيفات، معروف الشيخ زروق دفين مصراته. الشيخ زروق هو فقد والده ووالدته في طفولته، لما تدرس طفولته فقد الأب والأم، الذي تولاه هو جدته أم أمه، ولكن لأنها كانت امرأة صالحة وتقية فزرعت فيه حب الله عز وجل والتقوى، وهو يذكر ذلك في يعني في مذكراته إن صح التعبير. فهنا وجد البديل، وجد السند الذي وضعه على الطريق الصحيح. نحن كمجتمع مثلا إسلامي الأيتام يفترض أن يعني فيه دوائر ترعاهم، يبدأ بالدوائر الأقرب فالأقرب من الناحية الاجتماعية، يعني القريب ممكن يكون عمه معه حتى لو كانت الأم موجودة، لكن مثلا أعمامه يؤدون دور، أخواله يؤدون دور، النسيج الاجتماعي القريب، الجار أيضا، أبناء مثلا قبيلة إذا كان هم موجودين، فيحصل نعم. في تكافل طيب. المجتمعي يكفل لهذا اليتيم احتياجاته ويشعر بالأمن نعم. الصح الاقتصادي والاجتماعي في آن ما. نعم سيدة زهرة، قلت أن الشخص اللي يتولى رعاية الطفل ما يكونش لغرض الشفقة على هذا الطفل أو لشيء معين، بل كيف ممكن يمنح الطفل اليتيم الأخلاق الإيمانية عن طريق تربية إيمانية هادفة وزرع العقيدة السليمة؟ نعم هذا صدقت، هذا هو المطلوب، المطلوب هو زرع العقيدة السليمة، والمطلوب هو التربية المتزنة، يعني ليست إفراط، هذا في كل اليتيم ولا غير اليتيم. نعم. ولكن اليتيم مثلا لأن فقد السند حتى في التعبير القرآني فأما اليتيم فلا تقهر، فيشعر الطفل بالقهر أحيانا ليس لأنك انقصت شيء مادي منه، ولكن لأنك مثلا تسلطت عليه، لم تعطي له حقوقه، هو يعني يفقد أب يفقد أم، يعني هذا فقدان كبير جدا. لكن أنت عرجت على التربية الإيمانية وأنا ذكرت زروق، فلعلي أقص عليك هذه القصة كومضة يعني بعجالة لو سمحت. نعم بجعجالة، هو الشيخ زروق يقول، يمكن تتكلمت عن التربية الإيمانية، يقول كانت جدتي لما يأتي مثلا يريد أن يأكل،
فيأكل الطعام طفل وشائعة، فتقول له نحن ليس لحن الطعام هذا يأتينا من الله، والله عز وجل هو الرزاق، فقبل أن نأكل يجب أن نذكر الله وأن ندعو الله أن يرزقنا. فيقول نقوم بهذا الدعاء وبعدين تحضر له الأكل، فتربط هنا تربيه تربية إيمانية تربطه بأن الله عز وجل هو الرزاق وأن علينا أن نتوكل على الله. وهو هو طبعا طفل صغير تشرب هذه الأشياء الإيمانية في قلبه، فانظر ماذا نتجت. فالبذرة هنا تحتاج إلى رعاية وأسلوب تربوي خاص، وأعتقد أن كثير من الأمهات يفلحن في هذا يعني في حتى في عصرنا الحاضر يعني. نعم، نشكر تواجدك اليوم معنا أستاذ زهرة أوشن، كنت معنا عبر الهاتف الداعي الإسلامية، بارك الله فيك. ننتقل مشاهدين مباشرة إلى استديوهاتنا في مصراتة مع الدكتور أنور عمران. دكتور أنور أهلا وسهلا بك من جديد. أهلا وسهلا بك يا نادر. نعم دكتور أنور، شاركنا في هذا الموضوع، كنا نتكلم على الشخص اللي يتولى رعاية الطفل اليتيم، هل توجد مواصفات معينة يجب أن يتصف بها الشخص اللي يتولى رعاية اليتيم بعد فقد الطفل لأحد والديه، بما يجب أن يمتاز، وهل يمكن أيضا أن للأخ الأكبر أو الأخت الكبرى تحل محل الأبوين؟ أخوي نادر، شوف أنت ما شوف ما حتى ما ذكر الأخت زهرة، أن عادة حتى العظماء عندما كان وصلوا إلى هذا كان هناك شخص يعتني بهما، يعني نعم. يعتني بهما يا إما بديلا عن الأم أو بديلا عن الأم والأب. إذا كما تكلمنا أن اليتيم نوعين، يتيم ينمو ويترعلى في كان في أسرة، ويتيم يكون داخل مؤسسة، فهناك فرق كبير بين سلوكيات الاثنين وكيف أيضا التكوين النفسي للاثنين. لكن دائما اللي ينمو في كنف أسرة، يعني يكون في كنف، يعني لما تكون أمه بس أو لو تكون معاه عمة أو خالة أو شخص قريب. شعور اليتيم عندما ينمو في كنف أسرة من الشروط الأساسية أن يتعرض إلى تربية أو أساليب في المعاملة لا تفرق بينه وبين الأطفال الآخرين، لا نشعره بيتمه، أن يعامل وكأنه أحد أبنائه أو أنه كأحد أطفاله، ما يعطى الحق لهذا يعطى لهذا في عملية التربية، يعني في عملية التربية والحقوق داخل الأسرة. يعني عندما يحتضن طفل، عندما يحتضن الأب الطفلة على موجود معه طفل يتيم، يعني لابد أن يحتضنه، لابد أن يشعره بالحنان، لابد أن يشعره بالحب. إذا شعر اليتيم بالحنان والمحبة والقبول داخل الأسرة، يعتبر نوعا ما يستطيع أن يتغلب حتى على مشكلاته وتغلب على هذه الصدمة. وأحيانا يكون هذا عند شعوره رغم أنه باليتم يكون دافعا لزيادته في الطاقة في عملية الدراسة وفي عملية العمل وفي عملية الحياة، فهذه الطاقة اللي تعرض لها من أمان عاطفي ربما تكون إيجابية في عملية في دراسته وفي عمله وفي حياته. أما إذا شعر بأنه منبوذ داخل الأسرة أو أنه ثقل على هذه الأسرة، ستنعكس على حياته مباشرة، ربما أحيانا يلجأ حتى إلى الهروب من المنزل أو الابتعاد عن المنزل أو الانخراط في أي سلوك آخر، وربما يكون حتى سلوكا إجراميا. فإذا ما إذا وجد الأصل في كنف أسرة تربيه، سواء كان عمة أو خالة أو جدة، إذا اتقى الله فيه ورباه بتربية سليمة وشعره بالحنان ولم يشعره باليتم، أي شعره بالأمان ولم يشعره باليتم، هذه النقطة مهمة، يعني أشعر بالأمان العاطفي ولم يشعر بأنه يتيم، أو دائما عندما يجي صاحب ولا يجي صديق يقول هذا ولد خويا والله ولد كذا وهذا بيتيم مسكين وهذا موجود بروح، يشعر بأن دائما يشعر بعدم ثقة بنفسه ولا يشعر ولا يصل بالتقدير. هذه النقطة أولا مهمة، أن لا يشعره باليتم ويشعره بالأمان العاطفي. إذا نما وتربى داخل أسرة، أن الأسرة عليه أن تشعره بالأمان العاطفي ولا تشعره باليتم ولا تشعره بأنه يتيم، وفي فرق بين الأطفال الآخرين. فإذا نما بهذه الطريقة فسيكون إنسان قادرا وينسون إنسان بناء، ويكون أيضا وهذه عملية التربية تكون لها دافع إيجابي، ربما يكون متفوقا في دراسته وفي عمله وفي سلوكه وفي أخلاقه. ممكن يعاني الطفل كثيرا نتيجة للفقدان العاطفة اللي كان يوفرها يعني الأبوان، ما الذي يمكن أن يتسبب في غياب الأمان العاطفي بالنسبة للطفل؟ أخوي نادر، الأمان العاطفي هو سؤال مهم أيضا جدا وجد مهم. الأمان العاطفي، فقدان الأمان العاطفي حتى للإنسان
حتى للإنسان اللي عنده أسرة. عندما يشعر بفقدان الإيمان، قد يفقد الإنسان، قد يشعر الإنسان بفقدان الأمان العاطفي داخل الأسرة حتى اللي عنده أبو وأم. يعني فقدان الأمان العاطفي إنه لا يشعر بالحب والتقبل من أفراد أسرته، يعني ما يشعرش أبوه وأمه وإنه يحبوه زي أخوته. عندما يشعر الطفل بهذه الأشياء يسبب مباشرة إلى صدمات نفسية أو مشكلات نفسية، بعد تكرارها يشعر بصدمات نفسية. من بين الاضطرابات التي تحدث عند الإنسان نتيجة لفقدان الأمان العاطفي وعدم وجود وعدم شعوره بالأمن، يعني من بالأمن العاطفي والأمان العاطفي من الأبو وأمه، هو مثلا اضطراب الشخصية الحدية البوردر لاين، يعني يشعر اضطراب الشخصية الحدية. سبب من الأسباب اللي يشعر به الطفل، يشعر بأنه غير مقبول زي أخوته، أن أبوه يحب أخوه الثاني أكثر منه، أن الأب يحتضن أخته أخوه الثاني أكثر منه. فهذا يسبب اضطرابات نفسية أخرى. من الأشياء اللي نفقدها في أسرتنا يعني الأمان العاطفي، نقطة مهمة جدا أخوي الأمان العاطفي. نعم. أحيانا نحن نلقى الأبو لا يستطيع أن يحتضن بنته، لا يستطيع أن يشعر بنته أنه يحبها، ما يقدرش يقول البنت أني نحبك، ما يقدرش أنه يقول البنت أنه يحتضنها. شعور الأمان العاطفي عندما تشعر البنت ويشعر الأب بأن هناك حب وهناك رغبة من الأب في الطفل أنه يكون في ألفة، وأنه يكون في حتى البنت يعني لما يعتنقها الأب يعني تشعر بهذه الأمان. لا تبحث على هذا الأمان من خارج الأسرة، لا تبحث عن الأمان العاطفي خارج الأسرة، لأن تأصل فيها هذا الأمان العاطفي من الأب والأم الموجودين داخل الأسرة. بنفس الطريقة عندما اليتيم يشعر شعورا تاما بهذا الأمان من الأشخاص المنوط بتربيته، يزيد ثقة ويزيد قدرة في البناء ويزيد قدرة في العطاء ويزيد قدرة في التحدي والدراسة. نعم. والإقبال. طيب. أيضا خلنا نرجع للأستاذ ساسي موسى. أستاذ ساسي، من ناحية أخرى يجب أن أقول أن الطفل يتيم رغم حاجته للأمان العاطفي لا يجب أن يدلل زيادة على اللزوم أو بشكل المبالغ فيه. شنو يشكل هذا نتيجة الدلال المبالغ فيه؟ كيف ممكن يأثر في الطفل؟ إحنا في مجتمعنا عندنا يا إما الأطفال اليتامى يا إما يتعاطفوا معهم ويكون في اهتمام او يتحول لدلال زايد احيانا او يكون في تقصير. خلينا نتكلم على الدلال الزايد وكيف ممكن يأثر في شخصيته ونفسيه الطفل كذلك. طبعا هو سواء كانت المعامله السيئه او الدلال الزايد سلاح ذو حدين، يعني نعم تصبح شخصيه اعتماديه عندها مشاكل كبيره، حيعاني الطفل هو، وثاني شيء نفس الوقت حينتقم من المجتمع زي ما قلت لك، حتكون شخصيه حديه او تكون شخصيه مضاده للمجتمع، لأن الدلال الزايد يقع في نظر اليتيم هذا اللي فاقد أحد والديه أو والدين الزوز، يعتقد أنه هو نفسه الطفل هو عنده محاباة زايدة احنا نقوله فيها، حيحط إشارات استفهام يربطها بطريقة غير صحيحة، حتنتج عندها مشاكل في المستقبل، حتكون العدوانية للمجتمع، تتحول العدوانية. نفس القصة حتى المعاملة السيئة مع اليتيم نفسه حتكون له فراغات نفسية في نفسه هو وفي العاطفة بتاعه هو، يحاول أنه يحورها بطريقة سيئة ويصبح حتى مضاد للمجتمع، وتكون نسبة الإجرام عندهم عالية بخصوص الموضوع هذا. يعني أي إنسان لما تكون فاقد السند ليها وفاقد الأهلية احنا نقولوا فيها وما فيش الإحاطة الحقيقية، ويكون تركيبته النفسية فيها شلوخات وفيها مشاكل أو سوء معاملة، لأن حتى دلال زايد يعتبر سوء معاملة، لأنك دللت دلال زايد بدون وجه حق احنا نقولوا فيها، بدون وضع أي اعتبارات لهالدلال الزايد اللي بتعطيه الطفل هذا، ممكن تكون شخصية ضعيفة تكونها له، شخصية اعتمادية، ممكن ينخرط مع ناس مش كويسة، ممكن تكون شخصية نقول فاحنا إما ممكن أي شخص يستخدمه في أي موضوع. هذه المشاكل اللي تصير مع الطفل اليتيم اللي ممكن تعرض لتربية خاطئة من ضمنها سواء كانت اللي هو الدلال الزايد أو حتى اللي هو القسوة أو الشدة يعني مع الطفل. تدخل الأهل الزائد لربما في خصوصيات الطفل هذا مش يخلق شخصية ضعيفة من الطفل أو معدومة تكون؟ أكيد، لأن إحنا نقوله حاجة، إحنا لما الشخص بيرعى الطفل عادة يعني التدخل يكون بغرض الاهتمام أكيد والرعاية يعني. ما هو حقيقة بس لما أنت مثلا يتيم أو طفل يتيم مثلا توفى أمه توفى أبوه توفى ماليه بلا مؤاخذة يعني إحنا المفروض لازم الشخص المنوط به بنحطوه يرعى الطفل هو يكون عاقل راشد وفيه ثقة يعني. لما تصير عمل تدخل في التربية وخاصة قدامه هو لم تدير شكي لهذا راه أبوه متوفي ومتوفية، لا المفروض نديره هكي وأنت ما تعرفش وأنت صفتك وأنت راه ماكش
نقول فاحنا الثقه انك تربي الطفل هو حتصبح في مشاكل، هو بينتهزها الفرصه، هي يحاول يدور زي ما نقول فاحنا ملجا باش يعوض الاشياء اللي تصير والصراعات اللي قدامه، حتسبب له مشاكل وتسبب له صدمات احرف اللي هو يعاني فيها الطفل او عايشها الطفل بصفه عامه. لما تكون في تدخل مباشر قدام الطفل هذه تعطي اشارات سلبيه للطفل، وهذا من الاخطاء اللي تصير. واحنا نلاحظوا فيها مثلا توفوا صغار تربي فيهم حناهم، يجي الخال يعارك ومشكي وانت فسدتيه وانت صفتك وانت نعتك، تصير القصص هي. نعم. او مثلا ما توفوا الصغار مشوا عند امهم، انت ما تعرفيش تربي، مخلي البنات تطلعوا وخشوش واولاد ما يقروش في قرايتهم ويدوروا في الشارع وانت ماكش ام، ما تصير الاخطاء دي كلها. لما تصير النقاشات الحاده قدام الاطفال بالطريقه هذه هم يحاولوا يدوروا ملجا اخر لهم باي نوع، واكبر ملجا لهم لما ممكن يستعينوا بالقراء السوء يعلموهم اشياء مش كويسه، يلقوها نوع من المخرج، يدوروا هم الحضن الامن لهم نسموه فيه. والنقاشات الحادة اللي تصير قدام الاطفال بصفه عامه وهالنزاعات اللي تصير وزي ما قلت انت حضرتك التدخلات اللي تصير على الطفل تسبب له خدوش، يعتقد نفسه ان الطفل هو ما زي ما تقول فاهم ما فيش حد من لهي به او مش عاطيه حقه في هالدنيا هذه. نعم. طيب. هذه الاخطاء اللي تصير. طيب خلينا نرجع مع الدكتور انور عمران. دكتور انور، قبل شويه مع الاستاذ زهر كنا نتكلموا على يعني نظرنا للتاريخ نجد ان اغلب العظماء والعباقره كانوا يتامى في السابق، هل ممكن ازمه الفقد والحرمان العاطفي يعني يكون تخلق دافع نحن لا نعرفه للابداع والاراده لتحقيق النجاح في الحياه؟ خوي نادر، شفنا الامثله حتى اللي ضربتها السادة زهرة ان فعلا كانوا يتامى، ولكن كانت العلاقه يعني طرديه، يعني كانت هناك اهتمام. نعم. كان هناك اهتمام من الـ من الـ من الراعي لهذا الطفل، كان كان يعني كان اذا كانت ام كانت واخذه الدورين، دور الاب ودور الام، اذا كان قريبا كان يشجع هذا الطفل وكان يدعمه ويضحي من اجله من اجل ان يصل الى ما يريد. عندما يشعر بالطفل بان طبعا تكون دافع، عندما يشعر الطفل بان شخصا يسعى بان يكون مثلا كبيرا ويسعى ان يكون متعلما ويسعى ان يكون شخصيه ويسعى الى ان يكون رجل له بناء في هذا المكان، فيكون عنده دافع اعلى او قدره اكثر لان يكافئ هذا الشخص اللي رعاه، يعني كانها تكون مكافاه لي، وان التمره اللي كان يرعى فيها انها اصبحت تنبت او اصبحت تثمر، فهذا الدافع. يعني نتيجة أن كل العظماء وكل الأشخاص اللي حتى تكلمنا عليهم أنهم كانوا هناك من وجدوا من اهتم بهم ومن دفعهم ومن رباهم تربية سليمة ومن وقف معهم ومن تحمل من أجلهم، يعني من ضحى بنفسه من أجل هذا الطفل حتى ينبت ويتكون وينمو نموا نفسيا واجتماعيا وعلميا ومعرفيا بشكل طبيعي، فيستطيع فيسعى إلى أن يعوض هذا الذي أعاله على أن يكون إنسانا منبتا وأن ينسون قادرا وأن يكون ذا منفعة في المجتمع اللي هو موجود فيه. نعم. يعني كانت هي العلاقة طردية، يعني كي المكافأة الشخص اللي رباه بيحاول أن يكافأ أن النتاج متاعها كويس. يعني نعم، واقع الطفل اليتيم في مؤسسات الدولة لا يمكن أن نقول أنه جيد، كيف يمكن نغير هذا الواقع، نستثمر هذه الطاقات لخلق قادم من الممكن أن يغيروا الحياة داخل المجتمع اللي بشكل إيجابي، كيف ممكن نصنع قادم من هؤلاء الأطفال؟ اخوي نادر معليش، السؤال نتاعك هو خاص باليتامى اللي داخل المؤسسات؟ نعم، في الداخل او حتى في الخارج. نعم. يعني الاهتمام حتى يكون من قبل الراعي هذا الطفل سواء كان قريب او غيره بشكل عام. بشكل عام الطفل لما يكون في كنف اسره يكون الجانب النفسي، حتى بغض النظر انه يتيم، يكون الجانب النفسي وشعوره بالاسره يكون اعلى جدا. نعم. يعني يصبح كل ما تعرض الى اساليب تربيه وتشجيع وعدم احساسه بهذا اليتم وان يكون هو وان يرعى فيه الله في التربيه فينبت نباتا حسن. لكن نعم. عندما يكون في المؤسسات يعني المؤسسة بتتعامل معها بشكل مادي أكثر شيء، يعني بتحاول توفر لها الإمكانيات المادية، المواصلات، الملابس، لكن لا تستطيع أن توفر الأمان العاطفي. صعب جدا أن المؤسسة توفر العاطفة، توفر الإمكانيات المادية ولكن لا تستطيع أن توفر العاطفة. هذه هي المشكلة وهذا الفارق في اليتيم اللي ينمو أو يتكون ويترعرع داخل أسرة، سواء حتى لو كانت يعني أسرة أحد أقربائه أو يتيم يتكون داخل مؤسسة، حتى لو نما وترعرع داخل أسرة ليست من أقربائه يعني. نعم. كفلوه فقط،
فينمو طيب. بشكل أفضل لأنه يستطيع أن يشعر بالأمل العاطفي. لكن في المؤسسة صعب أن لا يستطيع أن يشعر بالأمل العاطفي داخل المؤسسة. نعم. دكتور أنور، يا ريت الإجابة تكون في دقيقة. قبل بداية الحلقة تكلمت وقلت أن ممكن الطفل يتعرض لصدمة ثقة، كيف ممكن غرس الحب والثقة في نفس اليتيم؟ من خلال الثقة يمكن من خلالها يكون في انطلاقة في هذه الحياة من جديد ونهوض وكفاح واجتهاد أكثر. صدمة الثقة عادة عندما يشعر، كيف تكون صدمة الثقة؟ عندما يرى اليتيم، يرى هو ماشي للمدرسة، يشوف فيه جاي أبوه بيروح به، ويشوف في أمه يجيب فيه، ويشوف يتحرك في الأسواق مع أبوه وأمه، فهو لا يشعر بهذه الخاصية اللي فقدها، فيشعر تحدث أزمة الثقة. يعني أزمة الثقة في نفسه، أنها هل يستطيع إنسان قادر ويكون في أسرة مثل ما هؤلاء، نتيجة لأنه يشعر بأنه فقد ذراعيه أو فقد الأشخاص الذين يعينونه، فقد الأب والأم، ليس هناك معين بشكل طبيعي. لكن إذا استطاعت الأسرة المعينة أو الأسرة المعينة أن تشعر هذا الطفل، لا تشعره باليتم، يعني لما تذكراش أن كل ما يجي هذا زحدهم حد، أو كنا ما يتكلم حد تقول هذا يتيم حده، لا تشعره باليتم متاعها. طيب. وتعطيه وتحاول أن تذهب بكل قوة وتشرع. نعم. باليوم بالأمن ربما ينمو بشكل طبيعي. نعم. لديك وقت الحلقة نشكر دكتور أنور عمران، بارك الله فيك، من استضافتنا في مصراتة أستاذ علم النفس عيادي، بارك الله فيك. ختام أستاذ ساسي منك تعقيب بخصوص سؤال حلقة اليوم، استفتاء كان هل ممكن أن يكون اليتم عائق للنجاح؟ النسبة بلا زادت إلى من 85% إلى 86%، ونسبة نعم قلت من 15% إلى 14%. لما يكون عائق لما تكون في مشاكل اليتيم نفسه أو سوء معاملة، سواء كان من المجتمع الحيطين بها أو المؤسسات اللي تواجه فيها اليتيم، ممكن تكون أداة انتقام على المجتمع. نعم. لأن اليتيم زي ما نقولوا فاحنا لما يفقد السند أو يفقد الأهلية أو يفقد الناس الحالتين به الحقيقيين، يحاول يعوض بطرق ثانية سلبية بحيث أنه باش يثبت وجود فصل المجتمع يعني. وأثبتت معظم الدراسات يعني بصراحة الأطفال أو الناس اللي عندهم مشاكل اليتم نسبة عالية كبيرة منهم ما عندهمش أي مشاكل في المجتمع. النسبة ممكن توصل مثل 10-15% ممكن عنده مشاكل في المجتمع نتيجة لسوء معاملة فصل المجتمع. نعم. أو سوء فهم الفئة هذه تنتج عندها مشاكل يعني. بشكل أو بآخر يحتاج الطفل إلى اهتمام. أكيد. ورعاية من قبل راعي هذا الطفل اليتيم أو أثناء وجوده في المؤسسات الخيرية اللي ترعى اليتامى. سواء في دار الرعاية، سواء في المدارس، سواء في في كل الأماكن بصراحة. بارك الله فيك أستاذ ساسي موسى، اختصاصي إرشاد نفسي وتعديل سلوك، شكرا لتواجدك اليوم. السلام عليكم، لختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، ننتظر الأسبوع القادم حلقة جديدة من هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابق الطير ونجاري هو نطير، آمنا بتغيير.